قرر المكتب الوطني لجمع الوطن المنظفي التعليم أن يعقد هذه الندوة الصحفية من أجل التفاعل وقراءة يعني مختلف التطورات والمستجدات المرتبطة بالساحة التعليمية، سواء في بعدها الاحتجاجي والنضالي أو في بعدها مرتبط بمخرجات يعني اتفاق ديال 10 ديسمبر 2023. هذا الاتفاق الذي نعتبره رغم أن الحكومة المغربية بذلت فيه مجهودا ماليا وتخلصت من الارتهان إلى المقاربة الميزانية، إلا أن من غرائب هذه المنهجية التي تعتمدها الحكومة ومحاوريها أن هذا الاتفاق لم يستجب يعني الانتظارات الشغيلة التعليمية، ولم يلبي يعني طموحها المعبر عنه في ملفاتها المطلبية، ولم يعالج بشكل يعني شامل ومنتظم يعني مختلف يعني المسارات المهنية للشغيلة التعليمية، سواء على مستوى يعني التعويضات التي تم يعني التي تم اعتمادها، واليوم التكلفة ديال هذا الحوار هذا هي 19 يعني المليار ديال الدرهم. هذا مجهود مالي لكنه يعني أفرغ من محتواه ومن مقاصده بالنظر إلى طريقة انتشاره أو عدم انتشاره على مختلف الفئات المستهدفة والتي هي اليوم موجودة في ساحة النضال وفي ساحة الاحتجاج. بمعنى آخر أن هناك خلل في منهجية التفاوض، أن هناك خلل في مقاربة الديناميات المتواجدة بالساحة التعليمية، أن هناك خلل في استيعاب كافة الفئات المتضررة، وبالتالي اليوم نحن في محطة مفصلية تعرفها وتشهدها المدرسة العمومية، ومن موقع المسؤولية، من موقع يعني كذلك الغيرة على مكونات الشغيلة التعليمية، فعلى الحكومة المغربية وعلى الوزارة الوصية اليوم بمعية طبعا هي مسؤولية جماعية، بمعية التنظيمات النقابية سواء المحاورة أو المقصية من الحوار، ونعم أقول والأخطر من هذه من ذلك، اليوم على الحكومة أن تتخلص من خطاب عدم وجود ممثلي التنسيقيات. اليوم التنسيقيات هي حقيقة نضالية موجودة في الساحة، وعليها أن تكون إلى جانب النقابات سواء المحاورة أو الموقعة أو التي تم إقصاؤها، أن تكون إلى جنب على طاولة حوار متعدد الأطراف من خلال مبادرة سحب هذا النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته. اليوم ما تشهده الساحة النضالية يدعو الحكومة إلى التسريع والتعجيل من أجل يعني تفعيل هذه المبادرة وأجرأت هذه المبادرة كما قلت على قاعدة سحب النظام الأساسي، ولكن أيضا على قاعدة إنصاف كافة الفئات المتضررة اليوم الرافضة للنظام الأساسي والرافضة كذلك لهذه الاتفاقات الثلاث الموقعة. هذا وحده سيشكل مدخل الأساس لعودة الاستقرار للمنظومة التربوية التكوينية وعودة نساء ورجال التعليم إلى استئناف مهامهم ورسالتهم النبيلة. احنا كجامعة وطني موظفي التعليم نقول بأن الشغيلة التعليمية ليست كائنات إضرابية وليست كائنات احتجاجية، ولا نضرب ولا نحتج فقط من أجل الإضراب، وليست لدينا أجندة أخرى غير الأجندة الحقيقية المرتبطة بالملفات المطلبية للشغيلة التعليمية. إذا الحكومة اليوم الكرة في يدها، لأن اليوم من الغرابة أن تبذل كل هذا الجهد المالي كما قلت 19 مليار ديال الدرهم وأن يواجه ذلك بالرفض، بمعنى أن رفض نساء ورجال التعليم هو مبرر، وأن اتساع الدائرة ديال الاحتجاج هي مبررة على أساس أن هذا الدعم أو هذه الميزانية التي تم اعتمادها ورصدها لحل إشكالات نساء ورجال التعليم ربما تدبيرها لم يكن بالنجاعة اللازمة، ولم يكن بطريقة ومقاربة فيها نوع من الترشيد الذي تحس فيه كل مكونات ديال الشغيلة التعليمية. وأنا قلت أقول كل في أدية الشغيلة التعليمية، فأنا أقصد يعني أساتذة الثانوي، أقصد الأساتذة الذين والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، أقصد المبرزون المستبرزون المساعدون الإداريون المساعدون التقنيين والملحقون التربويون والملحقون الاقتصاد والإدارة، الدكاترة الترقية بالشهادة المستبرزون كذلك، يعني واحد الزنزانة 10 كذلك، وضحايا النظام الأساسي الثلاث يعني حتى النظام المجمد فهو خلف الكثير من بمعنى واحد المربيون مربيات التعليم الأولي كذلك منشطو التربية غير نظامي، بمعنى
اليوم لابد من ترشيد هذه الاعتمادات المالية المهمة التي تم الالتزام بها من طرف الحكومة من أجل إنهاء حالة الاحتقان والتوتر الموجودة بصحة. وهذا كما قلت لن يتم إلا عبر حوار متعدد الأطراف لا يقصي أحد، لا تنظيمة نقابية ولا ممثلي التنسيقيات الوطنية. والجامعة الوطنية الموظفة في التعليم اليوم تؤكد بدون خلفية، بدون أجندة يعني خاضعة للتأويل، نقول اليوم آن الأوان أن تجلس الحكومة يعني مع النقابات الموقعة وغير الموقعة والمقصية إلى جانب الجلوس مع ممثلي يعني الإطارات التنسيقية الوطنية. وهذا لا يخلق أي إشكال لا بالنسبة للتنظيمات النقابية ولا بالنسبة للحكومة، لأن اليوم نحن في حاجة إلى مقاربة جريئة وتورية تعيد الاستقرار. اليوم احنا أيضا أن يعود الاستقرار إلى المنظومة التربوية التكوينية، أن يعود نساء ورجال التعليم إلى ممارسة مهامهم، هذا أيضا هو هدف من الأهداف الحقيقية التي تؤمن بها الجامعة الوطنية الموظفة. غير ذلك فأظن على أن اليوم هناك مؤشر كذلك لابد أن تفهمه الحكومة والوزارة الوصية، اليوم نسب الإضراب ربما فاقت نسب ما قبل توقيع اتفاق ديال 10 ديسمبر 2023. هذا له مبرر واحد، له تفسير واحد، هو أن المقاربة الحكومية، مقاربة الوزارة لابد لها من تجويد، وهذا لابد أن يكون هذا التجويد أن يكون عملية جماعية بكافة المكونات التي سبق وأن ذكرت.